يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا حفظك الله سؤال قد تكرر معناه، وهو يقول: ما رأيكم في من يقول إن من أظهر الشرك نطلق عليه اللفظ بأنه مشرك، لكن لا نحكم بردته إلا بعد إقامة الحجة عليه؟ هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان مثله يجهل هذا الشيء نعم يبين له، أما إذا كان يعيش مع المسلمين ومثله ما يجهل هذا الشيء لأنه بلغه العلم وبلغته الدعوة وبلغه القرآن، مثله لا يجهل هذا الشيء فلا يعذر بالجهل. نعم. ونحن ما نحكم على القلوب، نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، أما القلوب فأمرها إلى الله عز وجل، ما كلفنا بالحكم على القلوب. نعم.